بسم الله الرحمن الرحيم. أنت تسأل وعمري خالد يجيب، بنجاوب على أسئلتكم بشفافية، بحب، بأخوة، باستشارات في ضوء اللي الواحد عارفه. السؤال النهاردة لفاطمة الزهراء من تونس. هي بتقول إن أنا متقدم لي شخص، الشخص ده جميل وكل حاجة، لكن هو عنده مرض نفسي، فبتكون النتيجة إن هو لما بيكون في حالة مش كويسة بيكون عصبي جدا، تصل إن هو ممكن يضربها ويوهنها وبعدين يرجع يتوسل لها: أرجوكي أنا محتاج لك، أنا غلبان، أقفي جنبي. عارفين أنتوا القصة والحالة دي. ففاطمة الزهراء بتسألني أكمل معاه ولا أسيبه. صعب أوي السؤال يا فاطمة، كتير صعب حتى عليا أنا. يعني أنا دايما يا جماعة وأنا بجاوب على استشاراتكم بتخيل نفسي إن دي أختي، أنا هقول لأختي إيه؟ فأنا هكون في موقف حرج. أنا أعتقد يا فاطمة إن أنا لو في مكان أخوكي هقول لك تعالي نرجع للدكتور النفسي، تعالي نسأل الدكتور النفسي الأول. هنا المستشار بتاعك هو الدكتور النفسي، المفتي بتاعك هو الدكتور النفسي. الحالة دي حالة يرجى شفائها؟ مستوى درجة شفائها قد إيه؟ تفاقمها قد إيه؟ أسوأ ما تصل إليه قد إيه؟ لو الدكتور النفسي بيقول الحالة متفاقمة للغاية، الحالة دي ما بتخفش، الحالة دي ستزداد سوءا، السيطرة عليها عملية صعبة للغاية، أعتقد إن هيبقى صعب يا فاطمة، أعتقد هيبقى صعب. لو الدكتور النفسي قال محتاج مجهود وحد يقف جنبه وممكن ويتعافى منها، هنا يبان تضحية المرأة ووقوفها جنبه. ليه في الأولانية قلت لك ما تكمليش؟ لأن في الأولانية ما تكمليش لأنك هتتبهدلي وتبهدلي ولادك ومش هتقدري تفيديه، فمش هتبقي عملتي حاجة. يعني الجدعانة ووقفة المرأة جنب الرجل مش هتتحقق في الحالة الأولى لو كلام الدكتور النفسي إن الموضوع عميق جدا ويصعب علاجه وهيتفاقم، فهتبقي عملتي مشكله لنفسك وولادك. قد يكون من الافيد ليه ان هو ما يتزوجش او يتزوج امراه اقوى منك بكتير مثلا. لكن في الحاله الثانيه لا، هناك امل وهناك احتماليه كبيره في هذا الشفاء، وبس محتاج حد يقف جنبه، تقفي جنبه قدر استطاعتك. برضو يعني ايه قدر استطاعتك؟ اهانك مره واثنين وثلاثه مش قادره تستحملي، ما عادش هنا في جدعنه. فهو الامر متوقف على حاجتين يا فاطمه، النقطة الأولانية على رأي الدكتور النفسي، النقطة الثانية على مستوى قدرتك على التحمل. أنا بنت رقيقة جدا، حساسة جدا، هقولك لا يا فاطمة مش هينفع أن أنت تكوني الإنسانة المناسبة لهذا الشخص، فلابد أن يحكم الأمر أعتقد في ضوء القاعدتين دول. ربنا يسعدك ويبارك لك ويرضى عنك ويوفقك للخير، يقدر لك الخير، يجعل حياتك فيها يعني أمل. عايز أنصحك نصيحة أخيرة: صلاة الاستخارة، صلي ركعتين استخارة كذا مرة، إن يا رب أنا بستخيرك، لو كان خير وفقه لي، مش خير اصرفه عني. شكرا يا فاطمة، والسلام عليكم ورحمة الله.